المهاجرون يشكلون أغلبية المسلمين الكنديين، غير أن الكثيرين غيروا دينهم ودخلوا الإسلام. وخلال العقد الماضي لم تشهد أي ديانة أخرى عددا كبيرا من الداخلين إليها كما شهد الإسلام. هناك نوعان من الناس، وغالبية الكنديين لا يعرفون الكثير عن الإسلام. أظن أنك إذا شرحت لهم فسيفهمون. أظن أن 75% من الكنديين أو أكثرهم في هذه الفئة إنهم لا يعرفون الإسلام، وأظن أنه من واجب المسلمين الكنديين أن يتصلوا بهؤلاء الناس وأن يشرح لهم حقيقة الإسلام وما يعلمه الإسلام. هناك 25% آخرون لأسباب دينية أو سياسية لا يقبلون الإسلام، ويحملون دائماً الصورة السلبية تجاه الإسلام، ولا يهمهم مهما حاولت أن تشرح لهم. كريستين هي إحدى تلك اللواتي دخلن الإسلام وغيرت اسمها إلى نور الدين بعد فترة من الدراسة والبحث. ولدت في تورونتو وتزوجت حديثاً رجلاً مسلماً. كانت تسعى إلى الإرشاد الروحي في الحياة منذ سن المراهقة، ما أدى إلى قيامها بأبحاث حول مختلف المدارس الفكرية والديانات. وكونها كاثوليكية سابقاً درست نور اليهودية والبوذية، غير أنها شعرت بأن الإسلام يحتوي كل حسنات الديانات الأخرى بعد أن تعرفت إليه. ربما في عمر 14 أو 15 من عمري توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة. كان لدي الكثير من الأسئلة التي لم أجد لها حتى جواباً واحداً في تلك الديانة. جزء آخر من الأسباب هو أنني كنت مراهقة وأردت النوم أيام الأحد، ولم يكن أمراً جذاباً بالنسبة إلي الذهاب إلى الكنيسة. على مدى هذه السنوات لم ينقطع اتصالها بربها، وتوسلت إليه وطلبت منه المساعدة خلال الأوقات الصعبة. شكل هذا حافزاً لتختار ديانة تجعل اتصالها معه أقوى. لا أريد أن يتحدث أحد مع الله نيابة عني، أريد أن أذهب إلى المصدر مباشرة. أريد أن أكون قادرة على الاعتقاد بأن الله متفهم ومتسامح، وأن أي شخص يستطيع أن يتحدث معه مباشرة ولا يحتاج إلى أن يتوسط له شخص ليسمح له بالصلوات، أو أن يتحدث إلى شخص ليسأله كيف يجب أن تكون تصرفاتي. وهنا أتحدث عن تقليد كاثوليكي لست مطلعة عليه، لكن فكرة أن يكون هناك شخص يخبرني أو أذهب لأعترف بذنوبي إلى شخص آخر، لا أريد أن أضطر إلى فعل هذا الأمر، أريد أن أذهب مباشرة إلى الله. إن أول تجربة لها في دخول المسجد وتعلم القرآن منحها رضاً كاملاً وسلاماً روحياً. ولدى متابعتها هذه التجربة تعرفت إلى شاب مسلم من ليبيا، وقررا أن يحتفلا بزواجهما في أكبر مركز إسلامي في أمريكا الشمالية للمضي على تقاليد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واحتراماً لرغبة ابنتهم، حضر أهل نور المراسم في أكبر مسجد في تورونتو ليشهدوا اتحاد العائلتين.
أحياناً أجد نفسي أقوم بالدعاء وعندها أقول لمن أقوم بالدعاء وممن أطلب؟ ولماذا في هذه الأوقات التي أكون فيها قلقة أو مستاءة أو متوترة ألجأ إلى أحد أو إلى شيء أو إلى كينونة ما لأسأله المساعدة؟ لم أفهم فعلاً لمن أقوم بالدعاء واحتجت إلى أن أعرف من يكون. في أيار مايو من عام 2003 شاركت في محاضرة فلسطينية، وكان هناك رجل عاد للتو من فلسطين وكان يخبر بالتفصيل عن تجاربه هناك. وبعد المحاضرة كان هناك نوع من المناقشة غير الرسمية، وكان هناك بعض النساء اللواتي يتحدثن ويقولن كمسلمات هذا يهيننا أو يسيء إلينا، وكنت أنظر إليهن وأفكر هؤلاء مسلمات، غير أنهن لا يظهرن كما ظننت منظر المسلمات، وأعني بذلك أنهن طالبات جامعيات يرتدين ملابس قد أشتريها أنا من محلات لوشاتو أو جاب. لم يكن يرتدين الحجاب وكنا يتحدثن بحرية، وبطريقة ما تحدوا رأيي فيما رأيته في المجلات أو في التلفاز حول ما تبدو عليه النساء المسلمات. ذهبت إلى المنزل ومن ثم توجهت إلى رف الكتب وأزلت الغبار عن نص الدراسات الدينية الخاص بي، ونظرت إلى الفصل الذي يتحدث عن الإسلام والذي قمت بدراسته في الجامعة، وبدأت أقرأ هذا الفصل، وكنت قد تبادلت أرقام الهواتف مع الدليل الذي قابلته في المحاضرة. التقينا بعد أسبوع في نشاط آخر، حيث كانوا يعرضون وثائقياً حول فلسطين، لذا كان لدي بعض الأسئلة من خلال قراءاتي لكتاب الدراسة الخاص بي، ومن ثم خرجنا لاحتساء القهوة بعد المناقشات وتحدثنا، وسألته إن كان يستطيع الصحاب إلى مسجد، فقلت ذهبت إلى الكنيسة وإلى المعبد البوذي لكنني لم أذهب قط إلى مسجد، ثم تساءلت كيف يبدو وماذا يفعلون هناك؟ ذهبت إلى المكتبة واخترت بعض الكتب المختلفة حول الإسلام بشكل عام وبدأت القراءة، ووجدت نفسي أقرأ بنهم وألتهم المعلومات. بعد ذلك كان الأمر سهلاً جداً. التقيت مرة أخرى الشخص نفسه وعرفني إلى بعض الأشخاص الآخرين، ومنذ تلك اللحظة واصلت جمع المعلومات والقراءة، ومن ثم أصبح الأمر سهلاً جداً كي أقوم بالكشف عن هذه الأسطورة حول ماهية الإسلام، وبدأ كل شيء يصبح منطقياً، وشعرت أن هناك قطعة ضائعة من حياتي ظهرت فجأة ووضعت نفسها في مكانها، وهنا بدأت مرحلة جديدة. عندما اتخذت القرار أخيراً باعتناق الإسلام وأن أصبح مسلمة، نطقت بالشهادة مع إمام. لست متأكدة كم مضى من الوقت، ربما فقط بعض الأسابيع. التقيت أمي وأذكر أنني قلت لها: أمي، هل تذكرين كيف كنت تشجعينني على البحث عن الإرشاد الروحي؟ حسناً، كنت أدرس الإسلام. ومن ثم تركت الأمور هكذا،
نطقت بالكلمة فقط، لم أقل أنا مسلمة أو إنني أصبحت مسلمة أو إنني سأمارس الديانة الإسلامية، قلت فقط إنني أتعلم الإسلام. وأظن أنني قمت بهذا الشيء لأنني لم أكن متأكدة 100% كيف سيكون رد فعلها. تغيرت مفاهيمي وأفكاري حول الكثير من الأمور في الحياة. أعرف أن هناك بعض الأشخاص المحددين الذين لا أخرج معهم لأنني أعرف أنهم يريدون الذهاب إلى الحانة أو إلى الملهى أو أن يرتدوا ثياباً معينة وأن يقوموا بأشياء محددة لم تعد تناسب التزامي. فبالنسبة إلي هذا أمر لا أحبذه ولم يعد يعنيني على الإطلاق. داود وورثبي علي هو أحد أكثر المسلمين شهرة في كندا، وذكر اسمه في الموسوعة الكندية. كونه شاعراً وموسيقياً وكاتباً جعله شبيهاً بيوسف إسلام إلى حد ما. عزف على بعض الآلات الموسيقية وغنى كتاباته الغنائية بصوته الرائع بعمر 18. وبعد أن اعتنق الإسلام ركز جهوده كلها على تدريب الشباب، واستعمل موسيقاه وموهبته لخدمة معتقداته الدينية. ولد في كيتشنر في أونتاريو الجنوبية، ودرس في مدرسة كاثوليكية في الوقت الذي تربى فيه في عائلة كاثوليكية متدينة، ولكن لا يزال يتمتع بالدعم العائلي حتى بعد اعتناقه الإسلام. معظم قصائده تستند على المفاهيم القرآنية وتستلهم الأفكار الدينية، أما السعي إلى السلام وانتقاد الرأسمالية والدفاع عن حجاب المرأة فهي المفاهيم الأخرى لقصائده وكتاباته. بعد أن شعر بالوحدة بعد عام ونصف على اعتناقه الإسلام، قرر داود السفر إلى مكة. لعب الحج دوراً مهماً في تكوين شخصيته الجديدة، وهناك واجه عدداً ضخماً من مسلمي العالم، واكتشف كيف أنهم وجدوا هويتهم جميعاً تحت راية الإسلام. بعد عام من الحج أطلق ألبومه الجديد تحت اسم همسة سلام عام 1996، وبعد عامين أطلق ألبوم ألوان الإسلام.
كان عمري 21 سنة عندما بدأت اعتماد القرآن بشكل رسمي كالكتاب المرشد للطريقة التي أريد أن أعيش بها حياتي، وجاء هذا بعد عدد كبير من الدراسات الشخصية. أظن أنني كنت في 16 من عمري عندما بدأت القراءة حول طرق الإيمان المختلفة في الحياة. انضم داود إلى سان فيجن عام 1998 وصنع أكثر من 20 فيلماً وثائقياً تدريبياً للأطفال بمساعدة هذه الشركة. ألبوماته الحديثة هي نحو المدينة، غياب الشمس، النبي، ويدان نبي، لاقت ترحيباً شديداً في إنجلترا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى آسيا. أعتقد شخصياً أننا نستطيع أن نكون أفضل من دون الدين، من حيث المؤسسات التي تدعي بأنها تتحدث نيابة عن الناس. فالمسيح لم يكن الكنيسة، ومحمد لم يكن المسجد. لقد دعوا الناس إلى عبادة الله. أحياناً أكتفي من الدين وأقول يمكننا أن نتصرف من دون الدين، لكننا لا نستطيع التصرف من دون الله، لأن الله هو ما يربطنا جميعاً ببعضنا البعض. عندما ننظر إلى حياة جميع الأنبياء، نرى أنهم لم يدعوا الناس إلى الدين، بل دعوهم إلى طريقة حياة تستند إلى فهم يقول بأن لديك خالقاً. كان أحد الشخصيات الأكثر نشاطاً في إحياء المهرجان الإسلامي في تورونتو. لقد مثل في مسرحية وغنى في أوقات مختلفة خلال المهرجان. جهود داود الثقافية والفنية هي تلك التي تحاول أن تري المظاهر الأخرى للحياة بالطريقة الإسلامية في الغرب. عندما كنت في مكة، في الواقع عندما كنت في المدينة، أي المدينة التي أمضى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم معظم حياته، سنحت لنا الفرصة هناك لنكون في أول مسجد، المسجد الذي قضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم معظم وقته فيه وعاش قربه. خرجنا من المسجد، وقرب المسجد هناك المقبرة حيث دفن الكثير من صحابة النبي، وهناك قابلنا فتاة صغيرة كانت تتسول. كانت تحمل كيساً كبيراً من طعام الطيور، وكانت تحاول أن تبيع أكياساً أصغر من طعام الطيور للزائرين كي يتمكنوا من إطعام الحمام في المقبرة. كما كان هناك عدد كبير من المتسولين أيضاً، وهم من النساء الأكبر سناً اللواتي كن يضربن هذه الفتاة الصغيرة، ولم يكن يردن أن تبيعنا، لذا قمنا بإبعادها عن الحشد والرعاع وحاولنا التواصل معها. وكل ما تمكننا أن نعرفه هو أنها في الثامنة من عمرها ولم تعرف أين أمها، كانت من أصل نيجيري. هذه هي كل المعلومات التي تمكننا من جمعها من خلال لغة الإشارة، ولكن كان لديها أجمل ابتسامة وأجمل عينين. كانت فتاة جميلة جدا. قضينا معها بعض الوقت ولعبنا وتأرجحنا على القضبان، ثم أرادت أن تعود إلى العمل فافترقنا. أظن أن هذه كانت تجربة قوية بالنسبة إلي كنقطة تحول في إيماني. فهناك من جهة لديك هذه المؤسسة التي وجدت حول قبر النبي، والذي كان رجلاً بسيطاً برأيي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أكثر القرارات أهمية لأي شخص هي أن يعرف ماذا يريد أن يفعل في عمره المحدود. هذا هو همه وطلبه الأساس، ولقد كرس فنه بكامله في الحياة ليساعد الآخرين كي يجدوا الإجابة على هذا السؤال. بالنسبة إليه، الموسيقى وسيلة للتعلم والتعليم، وهذا ليس نوعا من الموسيقى الذي يجعل الإنسان ينسى عالمه، ولكنها موسيقى مفعمة بالرسائل الروحية التي تمتلك جذورها ووحيها. أين نحن من هذا العالم؟ بالنسبة إلي، يتعلق هذا الموضوع بإيماني واتجاهي. عندما أعود، هل سأقضي وقتي في مجلس أمناء أكبر مسجد في تورونتو؟ أم سأقضي وقتي مع الأطفال؟ أحاول أن أنتج شيئاً يغير قلوب وعقول الأطفال نحو فهم جديد وجيد. سواء أكنا ننظر إلى الفاتيكان في روما أو إلى أكبر المساجد، علينا أن نكون خجلين من أنفسنا عندما نرى المال الذي يهدر من أجل المؤسسات التي هي مؤسسات منحدرة وفارغة في أيام العبادة، سواء أكانت المساجد أو الكنسة أو الكنائس، فهي فارغة لسبب معين، وأظن أن هذا الأمر محزن لسوء الحظ. بنوك الطعام ممتلئة، وملاجئ النساء مكتظة، وملاجئ المشردين مكتظة، ومعظم أولئك الناس المشردين هم من المسيحيين والمسلمين واليهود والسيخ. تلك الفتاة منحتني الأمل، وهي التي ألهمتني تلك الأغنية العصفور الصغير، إضافة إلى بعض الأغاني الأخرى. لا أشعر بالخجل عندما أدعي أنني أمتلك تلك المفكرة. مفكرتي هي أن أحاول مساعدة الشباب على إدراك أنهم يستطيعون التحكم في أنفسهم وفي عيوبهم وفي احتسائهم الشراب أو في اختيارهم عدم قيامهم بهذا العمل. سكن داود في الولايات المتحدة مؤخراً، وهو يطور عمله كناشط اجتماعي ومدرب استشاري. سيظهر في أي مكان يجد فيه السلام أو أملاً للمسلمين. When our friends were tall, and our friends were small, and the world was blue.